دكتور محمود علام الدين وكيل كلية الإعلام جامعة القاهرة. يعني الحقيقة هو الايه كشف استطلاع الرأي العام انه 76% يرون ان الإعلام المصري خلال العام الماضي لم يكن ايجابيا، و 24% فقط رأوا في بعض الجوانب الإيجابية. الناس 76 دول قالوا ان هو كان مملا وكان يسير في اتجاه واحد وكان يفتقد للتنوع. طبعا ربما كان تفسير ذلك انه هي الإعلام كان يخوض معركة من أجل مصر، معركة ضد الإخوان المسلمين والجماعات الإرهابية، فكان لابد من توحيد لهجة الخطاب والمضي عليه باستمرار وتأكيده والإلحاح عليه. أيضا الاستطلاع تضمن خطوط عمل المستقبل، وهي مجموعة توصيات أهمها أن الإعلام ينبغي أن يقوم بدوره الإعلامي والإخباري. الإعلام يجب أن يقوم بدوره في نقول إيه في تجميع الأمة وحشدها نحو المشروعات القومية الشاملة. أن الإعلام ينبغي أن يتسم بالتنوع والشمول. أن الإعلام ينبغي أن يساهم في تقليل حالة الاحتقان في المجتمع، ويعمل على التقريب، ويعمل على نوع من التلاقي. أيضا أن الإعلام ينبغي أن يقلل من الخطاب السياسي ويزيد من جرعة الخطاب الترفيهي. يعني من حق الناس إن هي تغذي العقل وتغذي الروح. أيضا دي التوصيات الحقيقة اللي طالب بيها، وهي حطت النقط على الحروف فيما يتعلق ببعض القضايا الملحة في الإعلام المصري. أنا رأيي الشخصي إنه الإعلام المصري بيمر بمرحلة تحول، قد يشهد فترة حالة من التخبط والانفلات، ولكنه مع استقرار النظام السياسي والنظام الاقتصادي أيضا سيسترد عافيته ويقوى ويصبح أكثر توازنا وحدة إعلام. لا يعني أصفين، شوف فكرة الحياد في الإعلام فكرة نسبية ونناقشها، لكن إحنا في يعني لابد أن نضع موضوع الحياد في سياقه، بمعنى إنه فكرة الانحياز أو فكرة الحياد فكرة نناقشها في سياق إنه الأمة في محنة، الأمة في أزمة تحيط بها مخاطر كثيرة، ويعني الصالح القومي يقتضي أحياناً أن نقف جميعا لمواجهة هذا الخطر، فننحاز لأمتنا، ننحاز لأمننا، ننحاز لحماية وطننا، وقد نضحي ببعض الموضوعية ولكن الهدف سامي. أما بالنسبة للقضايا الأخرى فلا مجال فيها إلا للموضوعية والدقة والإنصاف. لا.